السلام عليكم. اليوم غادي نصوبوا حلوة ديال دواز ديال الاتاي، اقتصادية وسهلة في التصويب ديالها، والمقادير ديالها بسيط، متوفرين في اي دار، يعني في ساعة تصوب معكم وتنفعكم. الكوتي المناسبة ديال العيد سهلة وسريعة في التصويب ديالها. غادي نبداو على بركة الله. غادي ندوزو المقادير. هنا عندي رابعة ديال الزبدة بالحرارة ديال المطبخ، كنحاول نخدمها مزيان كما كتشوفوا بحال هكا. كنزيد عليها كاس ديال السنيده كيكون ما عامرش، وقبصه ديال الملحه. صافي كنخلطهم مزيان بحال هكا، كنحاول نخدمهم مع بعضياتهم حتى كيتخدموا معانا، كيوليو ساهلين في الخدمه ديالهم بهذا الشكل بحال هكا. من بعد كنزيد نص كاس ديال الزيت. صافي وكنحاول نخدمهم حتى هما مع بعضياتهم، حتى كنخدمهم حتى ما كيبقاش يبان لنا الزيت، كنحاول نخدمهم حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. من بعد كنزيد جوج بيضات حتى هما بالحراره ديال المطبخ، كنخدمهم مع بعضياتهم، كنبقى نمعك فيهم مزيان بهذا الشكل بحال هكا حتى كيتجانسنا الخليط كله مع بعضياتهم. كنحاول نخدمهم، الا ما خدمناهمش مزيان ما كتجيناش الحلوه رطبه وهشيشه. صافي كنخدمهم بحال هكا بهذه الطريقه. صافي هنا غادي نزيد فانيا وحده. صافي وكنخدمهم كلهم مع بعضياتهم. صافي وكنزيد هنا فلون، هذا اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، غير كيعطي واحد النكهه زوينه. هنا زدت ثلاثه المعلقات ديال الكاوكاو حمرتهم وطحنتهم، وثلاثه المعلقات ديال البيمو، اي نوعيه ديال البيمو اللي عندكم اللي متوفر عندكم خدموا به. تا هو طحنته ودرتهم، كيعطي واحد لوغو زوين وكيعطي واحد القرمشه في الحلوه زوينه. غير ديروه وغادي تعجبكم وغتولي معتمده عندكم. صافي كنخلط كل شيء مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا لينا. من بعد كنبدا نزيد الدقيق تدريجيا بشويه بشويه وانا كنجمع في الخليط، مره مره كنبقى نزيد وكنجمع في الخليط حتى كنشد القياس ديال الدقيق. هنا تقريبا تقدر تجيكم ما بين 700 وخمسين 300 لحساب النوعيه ديال الدقيق، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. هنا كنزيدو تقريبا معلقه صغيره ديال الخميره، غير هي تكون ما الخميره ديال الحلوه، يعني المعلقه تكون ما عامراش، بحال كنديرو نص الخماره ديال الحلوه. صافي وهنا كنبقى نزيد في الدقيق حتى كنشد القياس ديالو بهذا الشكل بحال هكا. صافي حتى كتجينا العجينه ما هي قاصحه ما هي خفيفه، بين وبين غير كنديروا فيها الصبع ديالنا. صافي كتبان لنا صافي راه هي هذيك. هنا غنزيد واحد تقريبا ثلاثه المعلقات ديال الشوكولاته فيرميسيل، درته انا من قبل في الثلاجه تبرد مزيان وعاد خدمت به، باش ملي كتديروه باش ما لكن لما درتوش في الثلاجه ومع دابا الحال سخون غتخدموا به غادي يدوب لكم في الحلوه. كنديرو في الثلاجه قبل من نبداو خدامين في الحلوه، ودابا كنجبدوه وكنخدموا به. درت هنا ثلاثه المعلقات. صافي كنخلطهم مزيان بحال هكا بهذا الشكل بحال هكا. حتى هو بغيتو ديروه ديروه، ما متوفرش عندكم كيبقى اختياري، يعني ماشي ضروري. صافي وكناخذو هنا كنبداو نشكلو فيهم بحال هكا كويرات صغار، كنشكلهم وكنفندهم في السنيده. هنا درت السنيده، هنا الكويره درتهم شويه متوسطين بين وبين. صافي وهنا درت هذا المرشم، هذا نتوما درتو ديروا اي مرشم اللي متوفر عندكم. صافي انا شكلتها كلها، كنكون ديجا مسخنه الفران انا من قبل على نار متوسطه، كندير اللاطه الفوق وكتكون العافيه من التحت. ملي كتطيبنا من التحت كنهبطوها، غير كتحمرنا بحال هكا بهذا الشكل كما كتشوفوا. صافي وكنخرجوها، كتجي زوينه وكتجي واحد لوغو صراحه فن، وكتجي فيها واحد القرمشه، والمقادير ديالها بساط وغير مكلفين، يعني غير جربوها راه غادا تعجبكم وغتعجب وليداتكم. بالصحه والراحه.